هيا وزين، اهلا وسهلا ومن زمان ومده. اي والله من زمان زمان. اهلا وسهلا فيك. اول شيء انتم منورين دائما. خليني ابلش الموضوع مع الجدل انتم دائما بتعملوه. يعني نزل مسلسل بنات الروابط الجزء الثاني وشفت لكم فيديو صار فايرل على السوشيال ميديا، كيف بتنتقدوا بالمسلسل ولهجة الصبايا، وقلتوا انه مش هاي الاردن، فشو بتردوا على هذا الجدل اللي عملتوه؟ لا احنا ما قلنا مش هاي الاردن، بالعكس احنا هاي اللغة هي لغة يعني بنات المدارس موجودة في الأردن، وإحنا بالعكس يعني من حبنا لهاي اللغة إحنا دائما نحكيها مع بعض، بالعكس إحنا ما انتقدنا، وهاي اللغة معروفة لغة الدا، عنا بنحكيها يعني أنه عرفت كيف؟ لأنه إحنا أصلا على فكرة إحنا هيك بنحكي أصلا بحياتنا التبعية، بس لأنه إحنا منتبعون عبجون، so that's why it's okay. بس كثير ناس اعتبروا إنه هذا اللي عم تعملوه تنمر على الصبايا، وانه مش عاجبكم المسلسل وبلا بلا، يعني انتوا بتعرفوا الحكي كثير. هلا احنا اي شيء بنعمله بثير للجدل وبصير فيه اكيد طبعا حكي، وهاي هي السوشيال ميديا، بس بالاول بالاخر يعني اكيد في فئه كثير كبيره من الصبايا بالاردن موجودين بيحكوا نفس هذا الحكي، يعني انا حتى بنات اخوي الصغار بيحكوا نفس هاي اللغه، فهي هاي جيل الشباب هلا عنا هيك بيحكوا، فلا اكيد ما في منه. طيب انتوا اليوم لو انعرض عليكم مسلسل بيشبه بنات الروابي بتوافقوا عليه او لا؟ كونكم توينز كمان. يعني أكيد واينات، يعني بالعكس ما عندنا أي مشكلة، وكل أصلاً القضايا، وأنا طلعت حكيت بمسلسل الروابي إنه القضية اللي حكوها بالجزء الثاني هي موجودة بمجتمعاتنا، وبالعكس حلو كتير تسليط الضوء اللي صار عليه، فأكيد بالعكس من حق. أنت شو رأيك بالمسلسل من وجهة نظرك أنت كأردنية؟ رسالة كتير قوية، يعني رسالة إحنا عم نشوفها أصلاً واقعية بحياتنا، يعني بالتنمر اللي موجود بحياتنا بالسوشيال ميديا، فهذا واقع. بالعكس المسلسل كتير حساس وفيه مسج كتير قوية. ديانا كارازون أختكم طبعاً، بس هي ماشية بخطى مختلف عنكم، وكتير بيجي انتقادات عن جد إنه أحياناً مشاكلكم على السوشيال ميديا بتأثر عليها وعلى نجوميتها، كيف بتردي على هذا الشيء؟ لا أكيد طبعاً لا، لأنه ديانا مجال شغلها مختلف عن مجال شغلنا، ديانا هي فنانة ولما بتعرض على السوشيال ميديا بتعرض فنها وحفلاتها، أما كإنفلونسر هذا إشي طبيعي، إحنا ماخدين فيد تاني وطبيعي لأنه إحنا من يعني منصور حياتنا كلياتها شو بنعمل شو بنسوي، ديانا ما بتعمل هذا الشيء بس بتصور اللي هي حفلاتها أو مهرجاناتها، فالطبيعي إنه بس هو ما بيأثر أبداً أبداً على دندون أكيد لا. طبعا مختلف تماما، احنا مشاهير سوشيال ميديا فاحنا دائما علينا إثارة جدل، اذا بنطلع بنقول صباح الخير بتصير عليها قصة، اما هي طبعا فنانة تختلف عنا، حتى يعني ظهورها هي على السوشيال ميديا فقط لما يكون عندها شغل او مجال شغلها، وهذا الاشي بالعكس هي فخورة فينا واحنا فخورين فيها.